كل التحيات لأصدقائنا المشاهدين مع بداية حلقة جديدة من مشاكل وحلول. ليش كررت مشاكل؟ لأنه على مدار 366 يوم بالسنة أو 365 بنسمع أنه عم بصير في حوادث سير مرورية. الكل فرح عندما صدر قانون السير الجديد وقال لهون ستوب، بدنا نفتح صفحة جديدة، صفحة وعي مطلوبة من المواطن هو عم بيسوق سيارته. ولكن وللأسف بنشوف انه نسبة الحوادث عم تتزايد، نسبة الضحايا اكثر. كثير من المواضيع يلي رح نضوي عليها بحلقتنا، ومع الامل اذا حدا من الاصدقاء المشاهدين عنده اي استفسار فيما يتعلق بقانون السير الجديد مرحب بالاتصال فينا عبر برنامجنا والارقام يلي بتشوفوها على الشاشه. ولكن بعتقد مع ضيوفنا رح نطال الموضوع من الالف الى الياء، رح نحكي بشكل مباشر عن كثير من تساؤلات موضوعه بامانتنا ونحن بنقلها بشفافيه. للبروفيسور رمزي سلامي امين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية بلبنان، اهلا وسهلا فيك بروفيسور. تحية لكم ومشاهديكم، اهلا وسهلا فيك. وكمان بدي احيي عفيف عبود رئيس نقابة مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان. نقيب اشتقنا لك واهلا وسهلا فيك. بشكرك على دعوتك وبحييك وبحيي كل المشاهدين. يخلي لي اياك اذا بدكم تسمحوا لي رح ابدا عندي اللي قراته لوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر. طلبت من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية جمع كل الاقتراحات الواردة للمجلس الوطني حول تعديل قانون السير من أجل العمل على إزالة الشوائب التي تعترض هذا القانون أو تعتريه. وسيضع أمين السر البروفيسور رمزي سلامي تصور لتطور القانون يراعي التوجيهات الضرورية. بروفيسور بدي أبدأ من عندك، يعني لشو ألمحت معالي وزيرة الداخلية والبلديات عندما كلفتك أنك توضع تصور جديد وتجمع لك كل الاقتراحات الواردة اللي عندك؟ بس إذا بتسمح لي خليني طمن أول شيء المشاهدين. نعم. أنه عم نشتغل على تطبيق القانون وبذات الوقت على تطويره. لطشي. يعني لأن القانون لم يطبق؟ لأن القانون، لا القانون مش أنه لم يطبق، القانون تطبيقه متطلب جدا. نعم. يعني من مهام مين؟ من مسؤولية مين تطبيق القانون؟ لا، ما هو مسؤوليات متعددة جدا يعني لأنه القانون بده نصوص تطبيقية عديدة. نعم. لا تقل عن 140 نص تطبيقي. أوف. من هيك بعدهم حاليا عم نشتغل تقريبا بموجب القانون القديم. نعم. والقانون الجديد في كتير اشياء تطويرية لم تحصل معلقة بعدها. يعني خلينا صراحة نقول يعني تطوير مدارس تعليم السواقه من مكاتب الى مدارس اخره يتطلب كثير من النصوص. نعم. اللي هي شو المنهاج، شو الامتحان اللي لازم ينعمل، وين لازم يتدربوا، شو مؤهلات المدرب. خلي النقيب يحكي عن هالمسائل. نعم. هيدي بس بدي طمنهم انه عم نشتغل على تطبيقه. مين بده يطبق هلا تطبيقه؟ هي بمهام مين؟ قوى الامن اولا. قوى الامن مسؤولة. نعم. عن قمع المخالفات. نعم. والحقيقة يعني مثل ما عم تشوفوا انه في تقصير بهذا، لكن يمكن يكون عندهم اسبابهم. هلا يعني بيزعلوا اذا قلنا في تقصير. عم نشوف اطراءات كثير من المخالفات. نعم. والقيادة المتهورة وشاحنات يعني غير مناسبة انها تم. العيد مسلم بيقول يعني نسبة الحوادث عم بتزيد كرمال الالو، التليفون، السيلولار، الواتساب، السيلولار، كل هالاشياء. اكيد يعني هذا السبب الاساسي. الامن إلهم درجة كبيرة، بس كمان لازم الناس تعرف إنه تطبيق القانون مش بس على عاتق قوى الأمن. نعم. يعني قمع المخالفات والردع هو على عاتق قوى الأمن. نعم. إنما تطوير تعليم السواقة هو على عاتق هيئة إدارة السير من ناحية مبدئية واللجنة الوطنية، إنه يصير في عنا منظومة متكاملة لتطوير تعليم السواقة. نعم. لأنه بالسابق يعني ما بيسمح لي سعادة النقيب وبيعرف رأيي بالموضوع، انه حاليا الامتحان هو يعني بدائي، يعني ما بيتأكد انه اللي راح يحصل على رخصة السواقة هو بيمتلك كل المعارف والمهارات والمواقف والاخلاقيات اللازمة تأنه يحصل على 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 الدفتر السواقة. نعم. كمان ما بننسى انه طرقاتنا يعني بموجب تقييم قام في. نعم. مجلس الماء والاعمار قليل جدا منها هي تستجيب لمعايير السلامه المروريه. نعم.
هيدي مسؤولية مين؟ مسؤولية مجلس نواب العمان، مسؤولية وزارة الأشغال العامة والنائب، مسؤولية البلديات، يعني إذا بدك توزع مسؤوليات أكي. الكل تقريبا بالمجتمع مسؤولين، ما في يعني تقريبا إدارة إلا ما في عندها نوعا ما مسؤول. طيب. بتجاوبني على سؤالي لحتى ننتقل للنائب، الوزيرة شو طلبت يعني؟ شو هي رسالة الوزيرة؟ يعني ورد لأمانة سر المجلس الوطني للسلام المرية وللوزيرة اللي هي رئيسة اللجنة الوطنية للسلام المرية اقتراحات من اقتراحات عديدة من جمعيات يعني؟ اجا اقتراحات من جمعيات ناس عاديين بحق لهم يقترحوا؟ اي مواطن بحب انه يقترح اي شيء في قنوات عامه ممكن انه يقترحها مباشره لامانه السر، للوزيره، للجنه النيابيه، لمجلس وزراء، النواب، اجى من النواب. قديش عدد الاقتراحات اللي عندك بروفيسور اليوم؟ يعني مش عددهم مش كبير، لكن بيطرحوا مسائل اساسيه. يعني مثلا كل موانع الحصول على رخصه القياده. اجانا مطالبة من جمعية الصم، فإنها لقينا انه القرار الذي يرعى هذه المسألة بيرجع لسنة 1969، يعني 50 سنة خلال. من 50 سنة لهلأني صار في تطورات كثيرة، ان كان بالفكرة العامة بحرية التنقل والحق بالحصول على رخصة القيادة، يعني اكيد بالشروط الاكاديمية اللازمة والى اخره، وبذات الوقت حصل انه صار في معينات تسمح بمساعدة اللي عندهم معوقات معينة، انه مثل ما انه بالنسبة للعوينات نعرف انه فينا نصلح اذا كان عندنا نظر، فاذا هيدا مسألة تطرح مسألة أساسية. طيب. مين له حق ومين ما له حق بسبب يعني الموانع الصحية لهالأمر هذا. يعني المسائل اللي طرحت مسائل بدها شغل وبدها عمل، وكان في عدة مراجع كأنها هي عم تتعاطى هالأمر. أوكي. بينما المرجع الحقيقي لهذا الأمر هو المجلس الوطني للسلام المرية واللجنة الوطنية، لأن اللجنة الوطنية للسلام المرية اللي ممثل فيها 9 إدارات عامة بالدولة اللبنانية و8 من المجتمع المدني، وحدة النائب عضو فيها مثل نقابات أخرى، هن من إحدى مهامهم إبداء الرأي بكل مشروع تعديل للقانون. من هيك يعني بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء اللي هو رئيس المجلس الوطني للسلام المرية والمجلس إلى وزير الداخلية. دولة رئيس هو رئيس ولا وزير الداخلية؟ مين رئيس المجلس؟ رئيس المجلس هو دولة رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الوزيرة ورئيس رئيسة اللجنة الوطنية للسلام المرية الوزيرة وزيرة الداخلية. نعم. فإذا وحضرتك أمين السر وأنا أمين السر الجهتين. بس إنه المسألة يعني ليش طرحت اليوم؟ لأنه كان في عدة طروحات لتعديلات. نعم. تزامنت مع وقعنا. فإذا لازم نوحد الجهود بهالأشياء هيدي ونقدم لمجلس النواب مشروع متكامل للتعديلات أو تطويرات قانون السير. نائب يعني من خلال كل المعطيات اللي عم نسمعناهم من البروفيسور أمين السر، شو عندك تقول فيما يتعلق بقانون السير؟ لليوم الحوادث عم تكتر، بعد فينا نحط الحق على دفتر السواقة مش معلم منيح، اخذ دفتر زعبرة بصراحة. طيب بداية أول شيء بتوجه بالشكر لمعالي وزير الداخلية، لأنه بفترة قصيرة صرنا عاملين 3 اجتماعات، بينما من 2012 لغاية اليوم قبل عهده عملنا اجتماعين. اثنين يعني معالي الوزيرة اهتمنا. على مجهودها وبمجهود بروفيسور سلامي عم نقدر بلشنا نكون فكرة ونكون اقتراحات، لأنه إذا بنعرف كيف تكون المجلس الوطني اللي هو برئاسة دولة الرئيس في مجموعة من الوزارات موجودة بالمجلس. فينا نسميهم؟ في وزير داخلية، وزير الصحة، وزير الأشغال العامة، وزير التربية، وزير العدل، يعني هالمجموعة الوزارات لما بتطلع الاقتراحات من اللجنة، يعني صار كل واحد بياخذ مسؤوليته ليطبق. هذه بالبداية شكر لمعالي الوزيرة، لأنه هي من الوزراء اللي نحن تعاملنا كثير مع وزراء إنه بتسمع منيح، بتعطيك دور إنك تبدي اقتراحك. انا ما بقول شغله موجوده وبيعرف البروفيسور، فهي الشغله عم بتخلينا نحن مرتاحين نقدر نحكي ونوصل صوتنا. ليش قبل ما كنتوا تحكوا من كنا نسمع ونفل، خلينا نكون صريحين. يعني هلا بالنسبه لدفتر السواقه، نحن كمكاتب السواقه اكيد ما عم نعطي
ما عم نعمل واجباتنا. ليش؟ لانه في تقصير من الاداره. اليوم انت لا تقدر تخلق سائق جيد جدا وبيعرف يستعمل مع كل الالات الموجوده بالسياره ويعرف طبيعه الطريق، المفروض يكون انت عندك مدن للتعليم وعندك منهاج موجود بعدد ساعات وبنظام معين ينفرض على المدارس او المكاتب طبقها. اللي ما بيقدر يطبق ساعتها بده يسكر على البيت. مثل المدارس اليوم في مدارس وزير التربيه الهودي مش مرخصين، ما خلت لميزهم يعملوا فحص. فنحن كذلك الامر، نحن كنقابه حابين نتطور. كم مكتب انتم كنقابه؟ نحن بلبنان العدد الاجمالي 615، ولكن اللي تجددوا السنه يلي هن معهم المستندات المطلوبه يلي لازم كمان نطورها هن 280. قليل ما بيشتغلوا يعني اذا مش مرخصين؟ اللي مش مرخصه ما بيقدر يشتغل. عم بيشتغل ولا ما عم بيشتغل؟ لا لك شغل، اليوم هالمهنه فات عليها ناس كثير. نعم. ونحن بطار ان نحسنها ونطورها ونعمل لها الانظمه المطلوبه لنقدر نعرف كل انسان شو عم يعمل. نعم. اليوم في عندنا مواد بالقانون من سنه 2012 ما تطبقتها، بدها قرارات وبدها مراسيم. اليوم بدنا مدن. اليوم انا وحكيت انا مع الوزيره وبحكي مع البروفيسور سلامي وهو متفهم هذا الموضوع. نعم. لانه هو عايشه. اليوم ما بيجوز الشعب اللبناني يعمل فحص سواقة بزواريب، يعني ما بيليق بالشعب اللبناني انه يكون عم يعمل فحص باماكن لا تليق بهذا الفحص ولا بيؤدي الى المطلوب منه. اليوم نحن ما فينا نعرف اذا هذا سائق جيد بمسافة 50 متر. في مناورة، نحن بقانون 67، قانون 67 الدولة قالت لازم يكون في مدينة، يعني مكان فسيح ومصور. هذا غير متوفر لليوم. من 52 سنة ما نعمل بقانوننا. نحن اليوم بيقول لك حتى سامح لك تعلم على الطريق، تنقي مطرح بقانون اليوم؟ نعم، قانون 243 تمشي بين السيارات العادية. ونحن تواصلنا مع رئيس شعبة المرور قائد شرطة بيروت وبنحكم معه ولقي معنا حق وقال ما عندي مانع ولكن بشروط محددة ومنقدر نقول على الهواء. فاليوم المحافظين المفروض بيقول لك انا ما بقدر، ما في يقول المحافظ ما بقدر اذا في قانون بيلزمه. نعم. يا بينشال الماده من القانون بقول البلديات وهذا اللي عم ينشغل عليه، يا بيقول انا ما بقدر اعطيكم طرقات تعلموا عليها، روح على البلديات، معناتها بدها تنشال الماده من القانون وينحط. اليوم مش دفتر السواقه هو السبب. قله الاخلاق وعدم الالتزام الوطني والاخلاقي. ليش؟ ما في ذوق. اليوم بتلاقي ستات وشباب ماشيين على الطريق بسرعه مش مقبوله وماسك التليفون وعم بيشتغل على الواتساب. السواقه بدها تكون كل حواسك موجوده وتركيز. اثنين، اليوم انا ما في يقول بكره عندي يوم امني، هذه ما بفهم. انا مثل عم بتقول له الحرام الفل انا جاي اكبسك. اليوم اليوم الامني بده يكون دايم. اليوم بدنا نشوف نحن المشروب بالليل شو عم بيصير، الحكي على السلولار، الحزام الامان، هذا بده يكون في مراقبه دايمه. ما بيصير انه يوم بالسنه او يوم بالشهر. هيدي بالمبدا مشان هيك عم بيصير حوادث. اليوم عندنا اذا كل يوم بتطلع بتلاقي 17 حادث، 20 جريح، 3 قتلى. عم بيكونوا عدد القتلى والجرحى اكثر من عدد الحوادث. نحن بال 66 بال 96 كان عندنا 34 قتيل بالسنه. اليوم عندنا فوق ال 1000 قتيل. طيب اليوم نحن بس عم تحكي عن هالموضوع كثير مهم بروفيسور، بدي ارجع لعندك لحتى اقول التصور المطلوب لسد الثغرات بقانون السير ممكن يعوضنا عن اللي عم بيحكي عنه حضره النقيب؟ لا لا، للحقيقه الثغرات هي محدوده. نعم. لكن تطبيق القانون الحالي هو يعني بمختلف. طب شو بدنا لنبلش نطبقه اليوم عبر مشاكل وحلول؟ شو فيك تقول من اليوم شو بده لحتى يطبق؟ بانتظار التطورات الجديدة والتغييرات الموعودة. حكي حضرة النقيب عن قصة المراقبة. نعم. يعني مراقبة السلوك على الطرقات من قبل قوى الامن الداخلي، اكيد هي بدها تعزيز كبير، لكن يعني كانت اللي كان يقال هو انه المتطلبات الامنيه، يعني الامنيه بتتطلب انه قوى الامن الداخلي يركزوا كثير على يعني
يعني ما بيقدر يخصصوا كثير ناس من شان السعر. نعم. يعني ما لناش من الاولويه. في العدد الكافي مش اولويه حاليا، ولا في ناس بدهم تدريب. اكيد العديد قليل. نعم. العده كمان قليله، يعني لازم. نعم. يعني تعزيز مفارز السير وانشاء وحده المرور وغيره. من الاشياء التطويريه اللي بنسميها منظومه الرادار. نعم. رح اعطيك مثل انه بالنسبه للرادارات. الرادارات صحيح عم تلقط 1000 او اكثر من 1000 يوميا، إيه بس شو عم بيصير؟ لكن في قسم كبير بعد اشهر بيجيك انه انت بعد اشهر. أيوه. كمان ما بيلاقوه بالمره. ليش؟ لانه قاعده المعلومات عن اصحاب السيارات وعن حاملي رخص القياده منش كامله ومنش دقيقه بشكل انك تقدر توصل. مسؤوليه مين هون؟ مصلحه تسجيل السيارات ولا لا؟ لا اكيد كل هيدي بدها. يعني طب المديره ليه ما عم تشتغل بهالموضوع؟ ليش ما عم بتحسن؟ لا ما هو بس بدك تشوف شو هي الظروف اللي عم يشتغلوا فيها. نعم. قديش عندهم عدد ناس، قديش في طلبات، قديش في تسجيل سيارات، قديش في رخص السواقه الى اخره. نعم. وهن قديش عددهم منشان يقوموا بكل هاي. يعني شو اسمه الاجراءات اليوميه او التدابير اليوميه اللي بدهم ياخذوها عم تمنعهم من انهم يعملوا اي تطوير لقدام. لكن يعني بنتامل انه هنا نعم هناك. يعني كمان عم نقول انه التعديلات على قانون السير مش رح تحل محل تطبيق قانون حاليا. يعني بالدرجه الاولى على تطبيق القانون بروفيسور، بس التطبيق بشقين. يعني لازم كل النصوص التطبيقيه انها تنعمل و يعني ويتم الاعتماده، ولازم من جهه ثانيه قوى الامن تقوم بمهماتها بشكل مستدام. انا معك. مش بشكل يعني انا معك بس حاجز يوما ما، عرفت كيف؟ وبعد شهر نعمل حاجز ثاني والى اخره. طب تسمح لي، يعني فينا نعمل طريقه انه مش بنكون كل منعوز تعديل نرجع للمجلس النيابي؟ يعني ما بيقدر، يعني بالقانون الجديد اللي حضرتك انت بدك تقترح بعض التعديلات عليه انه يكون القرار قرار وزاري، يعني مش كل شيء نرجع للمجلس النيابي وياخذ وقت. هي احد المبادئ اللي بتطوير القانون. نعم. السير، لانه نعم. كمان يعني مطلوب تقديم مقترحات لتطويره. نعم. احدى المقترحات للتطوير هي انه عدم الرجوع الى المجلس النيابي كل مره، يعني يصير بالقانون المعدل. نعم. السير الجديد المعدل بيعطي الوزير المبادئ الأساسية. نعم. مجلس النواب بقررها، إنما التفصيلات لازم ترجع إما لمجلس الوزراء أو. نعم. المجلس الوطني للسير المرورية، لأنه فيها تطور وما فيها التزامات يعني مالية وإلى آخره. نعم. هيدي إداريا عدم إقحام. نعم. كل الأمور الإدارية. أوكي. عدم إقحام المجلس النيابي بهالشهادة. نعم. بس نرجع نشدد إنه حاليا خلي الناس أكثر تهتم. أوكي. بتطبيق القانون باحترام القانون مهما كانت ثغراته. يعني رح نعطي ثغرة صغيرة، إنه القانون ما بيقول شيء عن حماية الأطفال بين 5 سنين و10 سنين، هودي لازم يكون فيه، هي ثغرة يعني. نعم. بس هيدي يعني عم نشوف انه حاليا حتى حاليا الناس مش عم تحترم القانون الحالي، عم يحطوا اولادهم بحضنهم وحطوهم بالمقعد الامامي، ما بيرتوا لهم حزام الامان الى اخره. هي في اكثر لازم يعملوها مهما كان القانون. وفي اكثر من هيك، يعني بتشوفهم الاحد راجعين على البيسينات وعن البحر، شيء على ظهر السياره، شيء وراها، شيء على الشباك، كمان تجاوزات. كلها مظاهر غير مقبوله. اللي بدي اقوله يعني بموضوع يعني المحاضر اللي عم عمل الرادارات ومحاضر السرعه عم توصل مؤخره، علما انه كان وعد العقيد مسلم وقال انه بعد دقائق مفروض المواطن يعرف انه هو خالف عبر رساله اس ام اس توصل لعنده. يعني هلا انا بعرف ناس اليوم نعمل لهم مخالفه ب 15 اب اليوم اجاهم اتصال انه انتم خالفتوا، وقبل 15 شهر بدكم تصوروا الوضع. امبارح احد الاشخاص عرض علي انه. نعم. اجته امبارح مخالفه عملها سنه 2011، يعني من 8 سنين، مبدئيا لازم تسقط حتى. يعني هيك بس ممكن نطالب الحكومه بمشروع قانون اسقاط كل المحاضر السابقه ولا لا؟ الجمعيات عم تطالب. نعم. باسقاطها والتشديد على تطبيق القانون. نعم. لانه احد عناصر منظومه الردع. نعم. منظومه الردع احد العناصر هي السرعه بتبليغ المخالف بانه خالف وعليه جزاء معين. يعني الجمعيات شو عم بيطالبوا بروفيسور؟ بيجي واحد مثل امبارح. نعم. بيقول لي عم بيقولوا لي ان عندي مخالفه وقوف ممنوع من سنه 2011. كيف وقوف ممنوع من سنه 2011 وامبارح اجاني انه في حكم قضائي علي، حكم جزائي؟ وبتعرفوا يعني قصه اللي كانوا عم يوقفون على المطار لانه ضبطت. هيدي طلع فيها قانون الموازنه السنه الغاها هيدي. نعم. لان كانت عيب يعني
انه يوصل واحد على المطار ويقولوا له عليك. طب اليوم شو الحل؟ ضبط وقوف ممنوع من سنه 2000. اليوم شو الحل؟ اليوم شو الحل؟ بعدنا عم نتاخر لحتى بلغك اذا انت خالفت؟ الحقيقه يعني فينا يمكن نحكي عنها مع انه مش مفروض نحكي عن الامور، ولكن قوى الامن الداخلي قوى الامن الداخلي حاط استدراج عروض لاداره الكترونيه لمخالفات السائق. اوكي استدراج عروض يعني موجود بالجريده الرسميه، خلال الشهر المقبل راح يكون هذا الاستدراج عروض، لانه يعني الكل متعطشين الى انه كل هالمخالفات هذه تصير الى معالجه الكترونيه، ويصير كل الـ شو اسمه العناوين الناس تكون موجوده 100%، يقدروا يبلغوا باسرع وقت ممكن، حتى التبليغ على السلولار. نعم. يعني بواتساب او بمسج او اس ام اس الى اخره. نتامل انه هالاستدراج العروض يؤدي الى نتيجه، وانه فعلا خلال الاشهر المقبله يصير في عندنا نظام لمعالجه كل المخالفات بطريقه الكترونيه. طب نقيب بدي اسالك، حضرتك رئيس نقابه مكاتب تعليم قياده السيارات في لبنان. نعم. الدراجات الصغيرة مين بعلم؟ نعم. برجع لعندك انت؟ المكتب. نعم. مش متخصص بس بالسيارات. المكتب بيعلم عن دراجات وسيارات وشاحنات وإلى ما هنالك. طب اليوم نحن عم نقرأ بالقانون الجديد رح يكون في تخصص. يعني المدرب اللي بيدرب شاحنة سيارة شاحنة بده يكون هو مدرب شاحنة، وهذا مفصل القانون الجديد. بيدرب دراجة. بيدرب دراجة. طيب. اليوم في خفض الرسم المفروض على امتحان الحصول على رخصة سوق دراجة من 30,000 ل 15,000 ليرة، وكمان ملحوظ الرسم المفروض للحصول على رخصة سوق جميع المركبات الآلية من فئة الدراجة من 200,000 ل 100,000، يا ريت بتوضح لي اياها هيدي. نحن بنعرف، وهذا امبارح كان في لقاء على احد التلفزة، وكان عم بيوضح رئيس المصلحة الأستاذ أيمن عبد الغفور عن هذا الموضوع. بالمبدأ كان على شاشة المنار من يومين. نعم. نعم. اليوم في عنا دراجات فئة 50 سي سي، يعني الصنعين أو ثلاثة. هاو الدراجات يلي بيستعملوا الدليفري ولا توصيل أو للعمل. نعم. هاو معظمهم مش مسجل بلبنان. نعم. كانوا عابين شو بدون تسجيل وبدون رخصة قيادة. كان السبب أنه في رسوم باهظة عليهم والدفتر عم بيكلفهم كتير. مشان هيك ماشيين على ما يقدر الله. فوضى يعني. حجز الدراجة بيبعتوها على الكسر او قوى الامن بتبيعها بالمزاد العالمي. اليوم بنظرة انسانية اكتر. نعم. ومنطقية اكتر. اوكي. انه خفضوا الرسوم لنوع من الدراجات، مش لكل الدراجات. الدراجة اللي تحت ال 125 اللي هي ثلاث احصنة او احصنين اللي هي تقريبا 50 سي سي بسموها. نعم. هو المجموعة من الناس، الفئة من الناس راح تستفيد من هالتخفيض. من 30,000 من 30,000 ل 15,000 ومن 200 ل 100. اوكي؟ بس هي المجموعه الاستعاره وقولنتها يعني. طلع القانون فيها وبلشوا بالتطبيق، حتى بالميكانيك كمان صار في تخفيض عليهم. اليوم الناس فكرت كل انواع الرخص صارت هيك، لا، في فئه محدده استفادت من هذا الموضوع. هذا وقت يشجعون على التسجيل. عم يشجعون على التسجيل انه يعملوا ويمشوا قانونا. اليوم اذا نحن بنلاحظ مخالفات دراجات النارية أو الآلية مثل ما بيسميها البروفيسور، ما بحبه النارية، هيدي مخالفات أكثر من السيارات. اليوم عم نلاحظ مجموعة من أكثر من السيارات؟ إيه أكيد. عم نلاقي شخص معه أربع أولاد ومدامته موجودين على دراجة. اليوم إذا عمل حادث في كارثة للي صدم للعائلة كلها. للعائلة كلها. فهيدا الموضوع المفروض تطلع عليه اليوم. لا في خوذة، ما في ملابس خاصة للدراجة، يعني مش انه نحن كلهم بده يلبسوها مفروض بالقانون. ما المفروض يركبها الدراجة بيركبها شخص مش اثنين. مش اثنين ابدا. اكيد تجيب رخصتها بتلاقي شخص مش اثنين. حتى اذا بدها تحمل شيء بعض في البعض فيهم اللي بيبقى كان لهم بس إلها كمان إلها شروط. إلها شروط. هيدي مثلا في بعض الثغرات عم نشتغل عليها، انه شروط اي متى بيقدر قد ايه بدك وقت لتخلص من الثغرات اللي عم تشتغل عليها وتفضل. لا بس كمان يعني عن جديد يعني باللجنه الوطنيه يعني احد الاعضاء نادى الى عدم التسرع.
لانه بده شغل هالاشياء هاي، لانه هالثغرات يعني مثلا انه دراجه يعني خلينا نعطي مثل اخر الدراجات، لانه الاليه يعني عم نقول لانه ممكن يكونوا كهربائيه والى اخره، بس نفسه الدراجه منع انه يكون في على الدراجه كياس او حموله على اليمين او على الشمال الى اخره. شو اللي عم بيصير؟ الدليفري عم يعملوا، عم بحطوا الكيس على ظهره. هل احسن انه يحطوا على ظهره؟ هاي مساله بدها بحث، لانه بدها بحث انه لانه بدك تمنعها 100%. طب ما فيك تعمل الدليفري وين بده يحط ساعتها؟ نعم، وين بده يحط الدليفري اذا مش على ظهره ومش شمال او يمين؟ لانه منعينه انه يحط سله وراء او شمال ويمين. طب بينما قوى الامن بالذات عندهم سله على اليمين وعلى الشمال بالدراجات تبعهم. مخالفه هاي؟ لا حسب الانواع هذه يورت وهذه لا يورت. لا ما هي بيقول يمكن الا اذا كان المصنع يعني عملها مثل ما هي. لا حتى دولة الرئيس سعد الحريري كان يوجه لكل الادارات العامه والخاصه يراعوا قانون السير ويطبقوه على حالهم قبل غيرهم. مزبوط مزبوط، يعني ما في استثناء. هيدي صار النقاش بالمجلس باجتماع المجلس الوطني. قديش عدد المحاضر الضبط بروفيسور يلي عم تنعمل يوميا؟ عندكم فكره؟ شو هي محاضرة الضبط؟ لا الحقيقة لا ما عنديش فكرة. يعني بيقولوا في 1000 مضبوط ولا في أكثر أيام؟ أكثر من 1000 أيام بالنسبة للمحاضرة السرعة. بالنسبة للسرعة، بالنسبة للسرعة كمان يعني مش بدنا نفضح كيفية واستراتيجية قوى الأمن بهالموضوع، بس عم تؤدي إلى إجمالا حوالى 1000، لأنه كمان ما عندهم قدرة لو بيراقبوا السرعة 24 على 24، سبعة كان أكيد بيطلع أكثر من 1000 بكتير، بس ما عندهم القدرة أنهم يراقبوا أكثر من هيك. والحزام مفترض كمان بالنسبة للسرعة حاليا يعني وقت الكاميرا بتلقط الناس، يعني الرادار بيلقط الناس، بعدين بدهم يعملوا لهم ضابط يدويا، يعني بدهم يطلعوا على الفيلم ويدويا يعملوا الضابط، فهذا بياخذ وقت كثير. من هيك هذه المناقصه حاليا قد تؤدي الى تفعيل يعني عمل الشرطه بالنسبه للسرعه ولغير مخالفات. يعني يمكن يكون خطوه لقدام، يعني بنقول لانه بس في خطوات اخرى ما حكي عنها حضره النقيب، بس تسهيلا للتعليم السواقه بشكل علمي، يعني والتاكد انه كل واحد بيطلع على الطريق بيمتلك المهارات اللازمه يعني المختلفه. قدمنا للجنة الوطنية للسلامة المرورية مشروع كفايات أساسية يجب أن يمتلكها الشخص اللي بده يسوق، وكذلك مقترح لتخصيص بعض أملاك الدولة الخاصة تصير ميادين مغلقة للتدريب على السواقة المزبوطة، يعني ساعتها نخرج من هذه اللي بدنا نشكر عليها، لأنه صار في لغط حول الميادين الخاصة. بررها ووضحها ووضحتها معالي وزير الداخلية انه هاي الميادين رح تكون باشراف الدولة، نحن ما رح يكون علينا رسوم اضافية او على المواطن رسم اضافي. نعم. اذا ندرب داخل الميادين او رح تكون مفترض الدولة رح تلاقي كل محافظة يعني على حسب الامكانيات الموجودة للدولة. نعم. لكن موجود يعني حسب الاراضي الموجودة. بدأنا بالبحث عن اراضي ممكن وهذا منطمن نحن اصحاب المكاتب عبر شاشتكم. نعم. انه رح يكونوا عم يفحصوا باماكن بمواصفات جيدة جدا، الدولة رح تشرف عليها والنقابة رح تكون مساعدة لهذا الموضوع، وما رح يكونوا مثل غير مناطق. في عنا منطقة بيطلع صاحب المكتب ليفحص بياخد صاحب المطرح رغم انه ما له حق 6000 على كل راس، يعني اذا كانت اللائحة 35 اسم بياخد على 35، غاب ما غاب ما بيفهم عربي. هيدي رح نخلص منها اول شغلة. المناطق اللي بتبقى تحت سيطرة النافذين معناتها للجنة تفحص على حريتها بيكون عندها الشفافية المطلوبة، ولا صاحب المكتب أو المدرسة رح يكون هيك، لأن رح يكون في النافذين هن عم يسيروا الأمور. مش هيك حضرة البروفيسور وعد إنه يكون كل الميادين بإشراف الدولة وتحت رعاية الدولة، نعمل فحص سليم شفاف ما في عليه ضغط ما في نافذين، وهيك بنرتاح وبنعلم مزبوط وحسب المنهج اللي بنحط. بدي اقوله بروفيسور، يعني واقع السلامة المرورية واقع قانون السير بيلحظ ببعض الاحيان سقوط ضحايا مشاة بيكونوا لانه ما في ارصفة
بالقانون الجديد بدكم تلحظوا وجود عرصي في انتو؟ لا لا بالقانون الحالي. نعم. لا القانون الحالي لاحظ كل شيء في شرعة وفي مناطق كبيرة ما فيها عرصي شرعة المشاة. شرعة المشاة هلا من هالناحية يعني كمان تنقول انه كمان عم نشرع هالموضوع مع مجلس المياه والاعمار. نعم. لوضع معايير سلامة يعني مش مع البلديات هون؟ بعدين البلديات سلطة تنفيذية، ولكن معايير سلامة الطرق يعني طريق الآمنة والمتسامحة، نحن بنزيد عليها المتسامحة، طريق آمنة ومتسامحة. نعم. مثل ما قلت أنه مجلس المياه والأعمار أجرى تقييم على 6000 كيلومتر من يعني الطرق الرئيسية بكل مناطق لبنان، وجد أنه قليل جدا منها بما فيها الأوتوسترادات تستجيب لمعايير السلامة المرورية. نعم. عندنا حاليا مشروع مع مجلس المياه والأعمار لتطوير المعايير وعمل بعض المناطق النموذجية، يعني نحن نعرف انه في طرق للحقيقة يعني لا تستجيب بالحد الأدنى المطلوب لتأمن السلامة بكل المناطق. اذا اخذنا مناطق الجنوب بتسمع من وقت لوقت على طريق الزهراني بشمال طريق البداوي العبدي بأي منطقة من منطقة علبك الهرمل السرعة يعني الطرق اللي بتسمح بسرعة قوية كتير بدون أي رقابة إلى آخره. رح نعمل مع مجلس الماء والأعمار بعض المناطق النموذجية ونشتغل مع البلديات، لأن حضرتك ذكرت يعني وارب المشروع يعني طرحته اللجنة الوطنية للسلامة المرورية واعتمدها المجلس الوطني اللي مؤلف من الوزراء أنه لازم إن نشتغل بكثافة مع البلديات بالنطاق البلدي تساهم بجعل الطرق اكثر امان ان شاء الله. اللي بدي اقوله يعني موضوع دفتر السويقه كان عم ينحكى انه بده يصير مليون ليره، يا ريت توضح للناس اللي عم بيتابعونا، مزبوط في ارتفاع بسعر بدل دفتر قياده السيارات؟ احنا رح نكون واضحين رسم الدوله 265,000 بعده لليوم، هذا رسم الدوله لا تعدل بالقانون الجديد، بقانون جديد، ولكن اللي تعدل انها لفئه الدراجات اللي هي تحت اللي هي حصانين و50 سي سي صغيره السوق العادي، ولكن ان كان دراجه الكبيره رسمها 265، ان كان شاحنه وان كان عمومي وان كان خصوصي، ولكن في تكاليف اضافيه اللي هي كم ساعه بيتدرب، كم مره بيتدرب، في الفحص على النظر اللي بيقعد على الكمبيوتر بالمكاتب بالمدارس بده ياخذ كذا ساعة نظري ليقدر يقطع الامتحان، هودي بصير اتفاق بين المرشح وبين صاحب المدرسة، في ياخذ يعمل يوم بلاش في ياخذ منه هالقد، في هذا اتفاق وهذا موجود اذا بنجيب الموجبات والعقود في مادة بترعى الاتفاق بين طرفين، ولكن نحن ما بنقدر نقول انه الدولة بتاخد 500 او 700 او 100، رسوم الدولة وصلنا الينا وحطينا بمكاتبنا علنا لكل الجمهور رسم الدولة 265,000 ليرة، لكن بدنا نقول شغلة تانية. قضية المليون شو كيف وين طلعت؟ لا اقول لك شغلة، اليوم التواصل الاجتماعي والاعلام ايام بحملك شغلة او بحملها لمكاتب او لادارة عامة، اشياء بيكون ما حدا معه خبرها، مثل الخبر بيبقى كاذب، بيكون صاير بغير بلد بحطوه انه صاير بلبنان. نحن كمكاتب نحن تحت القانون، نحن بنعطي انتاج جيد لما بيعطونا عدة جيدة بنطبق القانون. اليوم نحن بدنا افادة التعليم عم نطالب فيها، بدنا الفحص على جهاز الاوتوماتيك لانه بلبنان 99.99 من الناس بيسوقوا سيارات اوتوماتيك وهذا حقنا وقانون. اليوم الفحص كيف بيصير عادي؟ الفحص عم بيصير على فيتاس عادي، ومشان هيك ما عم نقدر نجيب سيارات جديده، اليوم فيتاس العادي كلها سيارات قديمه. نحن حابين نطور المهنه، نحن بصدد نرجع اعاده النظر بالمنهاج. اليوم لجنه السلامه المروريه لازم تحط منهاج للفحص النظري، نحن بمبادره نحن والاداره عملنا الفحص، وهذا الشيء عم بيؤدي لنوع من الثقافه. بس اللي بدي اقوله انا انه الحوادث اللي عم بتصير بلبنان ما بدنا نقول انه اليوم في حلين، في امن، في امن اجتماعي. الامن الجيش بكل المناطق اللبنانيه، الامن الاجتماعي اليوم لما بتفقد الانسان الوطن ما عاد له قيمه، الوطن مش ارض، الوطن هو شعب وهو قانون، هو منظمات. اليوم نحن بنحافظ على الشعب، بدنا نحافظ على الشعب
مثل البي اللي بيربي ابنه. طب قضية المليون ليرة بس بدي اياك توضح لي. مثل مليون ليرة يعني اذا انا بدي اتعلم هلا السواقة عندي 265 تعيش خد دفتر قد بكلفني اليوم؟ نحن في ساعات بياخذها. نعم. هالساعات عليها مصاري كل واحد حسب قدره، في منهم بياخذوا 10 ساعات بصير يسوق سيارة عادي؟ ما لك شغلة، اليوم الوضع الاقتصادي بلبنان انت لتصير شوف ما بدك 30 ساعة لتروح على القصاد وتفوت على الشوارع الصغيرة وتعرف كل كل الحركات. نعم. وكل المناورات. طب 10 ساعات كافي؟ هلا 10 ساعات نحن بالوضع اللي عم بيصير فيه عم نعطيه المبادئ الأساسية. قديش بيدفع الساعة هون؟ 25 دولار. أنت روح على عمي على أوتو تومبونيست بتدفع أكثر من هيك، اليوم عم تعطيه سيارة وشوفير وبنزين وضريبة الدخل وساعة وقت. ساعة؟ ساعة 60 دقيقة. نعم. السلامة المرورية إلى ثمن. نعم. يعني في سما يعني تدريب الشخص على انه يمتلك كل المهارات، يعني وقت اللي يصير فيه الميادين المغلقة مع انه يقلع بالطلعة، لازم يكون في طلعة، يعرف يقلع بالطلعة مش بس انه قدم ورجع وصفه الى اخره، بده يرجع اريال، بده يوقف على المستديرات بده الى اخره، كل هيدي بدها تاخد وقت من المدرب، يعني الى ثمن، لكن ثمنها ابدا اقل بكتير من ثمن حادث واحد بيوقع فيه. بكل دول العالم يعني رخصة السواقة مكلفة، بس إذا كان مردودة أو عائدة الاقتصادي وعائدة الاجتماعي وعائدة الصحي دي أكتر بكتير من اللي بحطه الواحد. بالختام نائب شو بدنا نقول؟ بدي أقول أنا اليوم لما بعلم على الإشارات بقلب مكتبي إذا ما نفذهم على الطريق شايف هذه إشارة شو بتعمل، كون أنا ما عمل شيء. أنا اللي بدي أقوله، أنا بدي أشكر بروفيسور رمزي سلامي للتجاوب التام مع مطالبنا المحقق واللي عم يشتغل عليها. انا اطمن دائما المكاتب انه في ظهرهم في وزيره حاسه فيهم، في البروفيسور المسؤول هو الاول والاخير عن كل هالموضوع. انا بدي اشكرهم، بدي اقول المكاتب اطمنوا الاداره معكم، ولكن انتم بدكم تكونوا على قد المسؤوليه تقدروا تحسنوا حالكم وتكونوا عم تشتغلوا بشفافية وبضمير. شكرا لك. أنا بالختام بروفيسور لابد من الإشارة لأنه تم اختيارك من أول العام لحتى تمثل المنطقة العربية بالمجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة الائتماني للسلامة المرورية، وهو أعلى مرجع أممي للسلامة المرورية بالعالم، وهيك بنقول نرفع جبيننا وراسنا ونقول أنت لبناني ألف مبروك. أنا بشكر الحقيقة الأمم المتحدة اللي يعني عم بتخلينا نساهم، يعني أنت أعلى مرجع أممي للسلامة المرورية بالعالم كله. هو الصندوق الائتماني تبع الامم المتحده. نعم. برافو. يعني وانا بالمجلس الاستشاري في مثل المنطقه العربيه بناء على تعيين من الامم المتحده. بالختام انا بدي اشكرك واقول لك اهلا وسهلا فيك. الله يخليكم. طبعا نحن دائما نرحب فيكم ونقول اهلا وسهلا بالختام، لانه التواصل مستمر بيناتنا بهدف حلحلة بعض المشاكل، ونقول هذا هو الواقع التغييري، هذا هو المطلوب، هذا هو الحل. شكرا لكم أصدقائي، نحن رح نتابع معكم فاصل قصير ونعود لمشاكل وحلول. وبالختام أصدقائي رح نكون سوا مع ريبورتاج حول حملة تعطيون أمل لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان. عسى أنه هذه المشاهد اللي رح تشوفوها تعطيكم حافز تتكونوا حد أي إنسان مصاب بالمرض الخبيث. مع ريبورتاج نحن بنوصل لنهاية حلقتنا، نلتقي معكم بكرة إن الله راد بحلقة جديدة. إلى اللقاء، باي باي. نحن أبايا ناطرينكم. وردة وعصفور. هلا بنتي أنا بدي جيبها من الهرمل لهون، بدها تتعب على الطريق، بجي بعطيها العلاج وبرجع باخذها كمان بتتعب أكثر وأكثرين. يعني بتمنى منهم إنه يعملوا لنا مستشفى مثل عالم الناس بالهرمل، أكثريته العلاج صعب، هذا العلاج اللي عم ياخذوا خصوصا كيميائي عم ياخذوا، إذا كنا على الوزارة بندفع النص ونص. لا الأهالي بحاجة إنه لما نروح على المستشفى أي مستشفى تستقبلنا. هلا في بعض المستشفيات ما بتستقبل هيدي الحالات، بس نحن طبعا كونه عند دكاترة معينين فأوريدي خلص يعني معروفين إنه بس نفوت على المستشفى خلص كل الدعم لنا وكل الشيء بيصير. أنا مساعدة لهيدي الحملة، مانيش مريضة. أطباء الأسنان كثير بحب ساعدهم، بتمنى لهم الشفاء اكيد، وجينا نحن اليوم لنزرع لهم البسمه على وجوههم. بدي اساعد الاولاد اللي عندهم كانسر. مبسوطه كثير،
انه عم ساعد الاولاد المريضين اللي بحاجه لها. بنتي صار لها سنتين مصابه بسرطان كانسر بالدم وعم بعالجها بمشفى رفيق الحريري، وما في دعم لا من الامم، نحن السوريين الامم ما دعمتنا، من صار معنا الامل هيدا المرض ما عاد اعطونا دعم، احنا عم نعالجها على حسابنا الخاص. المفروض كلنا ندعم بعض، حملة تعطيهم أمل، يمكن هذا عنوان كبير، مثل ما نحن بحاجة لحدا يعطينا أمل بدنا نوقف مع حدا كمان بحاجة لنعطيه أمل، وبالعكس نحن بيشرفنا وفخر لنا إنه نوقف نحن معهم مش إنه يوقفوا معنا. الإنسان بفكر حاله بيفرح لما بياخد هدية، بس هو الفرح الحقيقي لما بيعطي، والعطاء يلي بدون مقابل هو يلي بدون ما يفكر وين بده يوصل، إنسان بيكون هو قلبه فرحان قبل ما يكون عم بيعطي. مباركة هيدي الخطوة، لازم كلنا سوا نكون ايد بايد لحتى نبث الفرح، ما فيها شيء، هي مفتاح البسمة دايما مفتاح لبث الفرح، وكلنا سوا هون لحتى ندعم الحملة. نحن كاتحاد سفراء دوليين بالولايات المتحدة الأمريكية كثير فرحانين انه نقدر نقدم لهم حتى ميوزيكال ثيرابي اللي هو سيشنز لحتى نعطيهم أمل من خلال الموسيقى، يعني علاج بالموسيقى نفسي وموسيقي بنفس الوقت، يعني هذا أقل شيء إنه نقدر نحن نعطي، حتى عم نساهم بالباريكات للشعر. نحن هون بحملة تعطيهم أمل قمنا بنشاطات متعددة، مثل ما شايفين في عنا غرفة للي بده يتبرعوا بشعرهم للمحجبات وغير محجبات، وفي عنا تبرعات بالدم، وفي أطفال عم بيقوموا ببيع مي وأكل ودونتس، هيدا عم بيروح رايعوا لحملة تعطيهم أمل، ونحن منظمين حالنا ضمن الحملة، فكل حدا له مهام مثل ما شايفين، وفي الأطفال ومعهم أهلهم ومعهم حدا من المستشفى. الهدف هو أول شيء إنساني غير سياسي، غير يعني متحدين مع بعضنا، ما في هدف غير إنه نعمل بعدين مركز يكون مستشفى يضم هودي الأطفال نرعاهم. فينا نشارك هون اليوم لندعم الأطفال ونقول لهم نحن كلنا معكم ونعطيهم أمل، والأمل هو الأساس. لو ما نحن كنا عنا هيدا المرض والله يبعدوا عن الكل، بس إنه لازم يحس الإنسان بغيره. حبينا نشارك، حبينا نكون معهم، حبينا نكون مع الجمعية يعطيهم العافية الشباب والصبايا. موضوع المرض هيدا وهالأمور في تقصير من الدولة، في نقص عنا، في عنا نقص بالعلاج، نقص بالمراكز التوعية، نفس المبدأ. فمنشد ايدنا على ايدهم، يمكن نحن مشاركتنا اليوم معنوية، نأمل من الدولة تتطلع بهالأطفال الصغار اللي هن بيقهروا، نتطلع بالدول البرة الأوروبية والغرب في اهتمام، رعاية، دعم. اكسبيرينس بالحياة بخليك تكون أقوى بالحياة وتتحدى كل المصايب اللي بيوقف قدامك. أنا مصاب من 2016 وعم بتعالج لهلا وبعدني عم كمل وعم ناضل، وبتمنى لكل الأولاد يكونوا قوية وينالدوا هيدا المرض، لأنه ماشي هيدا المرض فينا نقاتل، كل واحد فينا فيه قاتل ويكون أقوى منه بكتير. هذه المناسبة كثير مهمة بالنسبة لنا عشان مرض سرطان منتشر في كل العالم. أنا بحب